السلام عليكم. نكمل في موضوع الشابتر 6 اللي هو اليوتيلايزيشن، باندويث يوتيلايزيشن. تحدثنا في الفيديو السابق عن الفريكوانسي ديفيجن مالتيبلكسنج، والآن موضوعنا التايم ديفيجن مالتيبلكسنج. الفريكوانسي ديفيجن مالتيبلكسنج كان خاص بالانالوج اتصالات، لكن هذا التايم ديفيجن خاص بالديجيتال كوميونيكيشن. تمام. في التايم ديفيجن بنعمل شيرينج للباندويث نفسه، وإنما بنعمل شيرينج للتايم، يعني جزء من هذا الباندويث بناخذ في لحظة معينة بنعطيه لشانل معينة. زي ما تشوفين على الرسمة هنا، هي 4 شانلز بترسل، في 4 بتستقبل. تمام. فبعطي السلوت الأول من الزمن للشانل الأولى، السلوت الثاني للشانل الثانية، السلوت اللي بعده للشانل الثالثة، السلوت اللي بعده للرابعة، وبعيد الكرة وهكذا. فكل تشانل في هذا الحال، في المثال اللي أمامنا، بيطلع لها 1/4 من الزمن تبع اللينك إنها ترسل. تمام. وهان بصير المالتيبلكسنج، وهان بصير الدي مالتيبلكسنج. وإحنا في هذا الموضوع يعني الآن نتحدث فقط عن المالتيبلكسنج، ما نتحدثش عن السويتشنج. تمام. طيب نشوف مع بعض. إذا TDM is a digital multiplexing technique for combining several low rate channels. أنا عندي هذول الريت تبعهم أقل طبعا من اللينك، several low rate channels into one high rate channel. في عندي صار one high rate channel أنا برسل عليه. Digital data from different sources are combined into one time shared لينك. هذا هو اللي حاصل أمامنا. طيب divide TDM into two different schemes اللي هي synchronous and statistical. حنشوف الآن إذن في نوعين من الـ TDM، في synchronous والـ statistical. إحنا حنبدأ في الأول بـ synchronous TDM. تمام. In synchronous TDM each input connection has an allotment in the output. Even it is, even if it is not sending data. إذا كل channel هنا لها حصة في المخرج حتى لو ما عندهاش data ترسلها. هذا اللي حاصل في إيش؟ اللي هو synchronous TDM. طيب هذه الرسمة اللي حنشرح عليها. إذا أنا عندي هاي 3 شانلز بيرسلوا، وأنا مقسمه لتايم سلوتس الإرسال. كويس. وهنا بطلع فريمات، كل فريم بأخذ من كل بأخذ في التايم سلوت من كل الشانلز. في هذا التايم سلوت الأول بحطه في الفريم الأول، بيأخذ من الـ3 شانلز. فأخذ A1 هيها، وأخذ B1، وأخذ C1، وحطهم في فريم واحد. لكن بدنا نلاحظ شغلة هان، إنه زمن الفريم هذا يساوي زمن السلوت هذا ضروري حتى يلحق عليهم، لأنه هو عنده الباندويث أكبر. في هذه الحالة على الأقل الباندويث في المخرج بتكون 3 أضعاف الباندويث لأي تشانل من هذه التشانلز. كويس. حتى يستوعب الـ3. فلذلك زمن السلوت هنا هو 1، يعني الـ A1 زمن الـ A1 هذا السلوت هو 1/3 من زمن الـ A1 هذا. واضحة الفكرة؟ إذا each فريم، هذا الفريم، الـ3 مع بعض بنسميهم فريم. هي A1 B1 C1 هذا فريم، بعدين A2 B2 C2 اللي هو هذا، هذا سميناه فريم. كويس. إذا each فريم is 3 time slots. كويس. Each time slot duration اللي في داخل الفريم is T/3، T/3 من الزمن هذا. كويس. لكن زمن الفريم كله بيساوي زمن السلوت. تمام. لأنه هنا بطلع سلوت بس 3 مع بعض بارل، بيعمل تيك سلوت، هل لازم يعمل تيك للـ3 مع بعض الفريم كامل. أوكي. The data rate، هيا نذكر هذا الكلام، output slot، output time slot is n times shorter.
in terms shorter than the duration of an input time slot. The data rate of the output link must be n times faster لازم يكون n times the data rate of the connection of a connection to guarantee the flow of data. حتى نضمن انه نلحق عليهم ونطلع الداتا لازم يكون عنده الداتا ريت اعلى بثلاث مرات ان هي ان لكن عندنا ثلاثة، لو كانوا هان اربعة لازم يكون اسرع باربع مرات من اي شانل. لو كان عندي 10 شانلز على المدخل الانبوت بده يكون اسرع ب10 مرات من اي شانل من هذه العشرة. تمام. طيب in synchronous TDM the data rate of the link is n times faster and the unit duration is n times shorter اللي هو زمن السلوت. نشوف بعض الأمثلة. هذا المثال على نفس الرسمة السابقة اللي هي 6.13، هذه الرسمة شايفينها؟ قلنا ناخذ المثال هذا عليها. إيش بقول؟ The data rate for each input connection is 1 kilobit per second. تمام؟ إذا هان على المدخل كل واحدة 1 kilobit per second من الثلاثة channels. If 1 bit at a time is multiplexed. قاعد بعمل multiplexing bit bit. إذا هذه الـ A1 هي bit والـ B1 هي bit والـ C1. بياخذ bit bit وبيطلع هان بيعمل multiplexing للثلاثة. أوكي. Is multiplexed يعني اليونت is 1 bit. What is the duration of بده زمن ايش؟ Each input slot. وقديش سرعته هذا؟ 1 كيلو بت بير سكند. 1 كيلو بت بير سكند. قديش زمن السلوت؟ السلوت عندي 1 بت. إذا هو 1 كيلو بت بير سكند والسلوت 1 بت. واضح يعني 1 على 1 كيلو، 1 على 1000. حول حتيجي على الجسم بالطبع.